بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، هنا من استاد بيتر سبورت ومباراه انبي والاهلي في المراحل الختاميه من مسابقه الدور العام، والنجمه الرابعه تقترب بشكل كبير جدا من ملامسه النادي الاهلي، والاهلي يحقق 40 بطوله الدوري العام منذ انطلاق هذه المسابقه عام 1948 حتى عام الحالي عام 2018. ابدا معاك بتشكيل فريق نادي انبي، صاحب الملعب وصاحب المباراه والتي تقام على استاد بيتر سبورت باذن الله في تمام الساعه 7 مساء. في حراسة المرمى عماد السيد رقم 16، خط الظهر صلاح سليمان رقم 6، رامي صبري رقم 8، ظهير أيمن علي فوزي رقم 2، ظهير أيسر أحمد عبد العزيز رقم 19، 2 وسط ارتكاز محمود دتوبة رقم 12 ومحمد مجدي رقم 10، أمامهم حمدي فتحي 17، ظهير أيمن أو هاف رايت يعني بيلعب في الناحية اليمنى محمد بسيوني رقم 11، وأبو بكر ديارة رقم 3، وفي الهجوم عرف السيد رقم 9. في دكة البدلاء عبد العزيز البلعوطي رقم 27، ابراهيم يحيى رقم 4، عمرو الحلواني 22، محمود قاعود 20، سمير فكري 29، عبد الرحمن عامر 15، وماريو مارتينيز رقم 13. اما بالنسبه لتشكيل فريق النادي الاهلي، محمد الشناوي في حراسه المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال احمد فتحي ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، 2 مساكين سعد سمير وايمن اشرف، 2 وسط ارتكاز حسام عاشور وعمر السليه، امامهم ميدو جابر وليد سليمان باك كماني، وفي الهجوم وليد ازارو. على دكه البدلاء علي لطفي، هشام محمد، اسلام محارب، مروان محسن، محمد هاني، كريم ندفد، صلاح محسن. خرج من قائمه مباراه الاهلي اليوم، يمكن الكابتن حسام كان اختار 22 لاعب، كان خرج 4 لاعبين، خرج احمد حمدي، محمد نجيب، احمد حمودي، واكرم توفيق. يمكن في تشكيله فريق النادي الاهلي يمكن الجهاز الفني قدر الامكان حاول التغلب على اهم عنصرين غايبين عنه في مباراه النهارده، عبد الله السعيد نتيجه الاصابه، وجونيور اجاي نتيجة سفره إلى نيجيريا لإنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول الأوروبية للانضمام لمعسكر منتخب بلاده. فبالتالي الجهاز الفني اشتغل في تدريب الأمس على بعض العناصر زي ميدو جابر وباكاماني، ودفع بهم اليوم في التشكيل الأساسية، وفي نهاية المران كان هناك جزء تخصصي على تسديد الركلات الثابتة والكرات الثابتة، وهذا الجزء التخصصي من التدريب كابتن ميدو بنشاده في ملعب التتش بالجزيرة بيكون له علاقة بشكل كبير جدا في الاختيارات اللي الجهاز الفني بيتعامل بها في المباريات واختيار التشكيلة الأساسية اللي هتبدأ مباراة النهاردة، وفي نفس الوقت كمان بيكون بيفكر في العناصر البديله في حال غياب اي من العناصر الاساسيه في المباريات الحاليه. الجهاز الفني حتى اللحظات الاخيره قبل تدريب ليله امس استعداد لمباراه انبي كان بيامل في اكتمال القوه الضربه واكتمال الصفوف في هذه المباراه، خاصه المباراه الاخيره قبل السفر للجابون، والجهاز الفني قال للعيبه ان المباراه النهارده مهمه جدا، الثلاث نقاط مهمه لحسم هذه البطوله قبل السفر للجابون واستعداد الافريقي لمباراه مونانا الجابوني. بشكل عام الجهاز الفني النهارده كمان عمل محاضره اخيره قبل التحرك لاستاد بيترو سبورت، استمرت حوالي ربع ساعة، والشكل اليوم أو البرنامج اليوم الخاص بفريق النادي الأهلي في جميع المباريات بسير بشكل جيد جدا، وعقب المباراة مباشرة بإذن الله خلال ال 48 ساعة القادمة الكابتن سامح حفيظ هيتوجه إلى العاصمة الجابونية ليبرافيل استعدادا لمباراة مونانا والتجهيز لترتيب البعثة واستقبال البعثة بإذن الله اللي هتغادر فجر الأربعاء. غدا بإذن الله كابتن حسام البدري، يمكن قبل المباراة النهاردة كنا اتكلمنا معاه عن الاستعدادات للمرحلة القادمة، عقب مباراة النهاردة الفريق هيحصل على راحة، غدا هناك راحة من التدريبات، ثم تدريب يوم الثلاثاء سيكون تدريب صباحي في ملعب التتش بالجزيره، لان في مساء يوم الثلاثاء الفريق بالكامل سيستعد للاخلاء من مطار القاهره في الثانيه من صباح يوم الاربعاء للسفر الى الجابون. الاجواء داخل استاد بيترو سبورت تسير بشكل جيد، الجمهور المتواجد داخل المباراه تم طبعا يعني ملاحظه من خلال الجهات المسؤوله عن تنظيم المباراه فريق نادي انبي بيطبق الشروط التي طلبتها رابطه الانديه المحترفه بالامس في اولى اجتماعاتها في مساله تامين او تنظيم دخول الجمهور والعدد المصرح به في دخول هذه المباريات بالترتيب او بالعدد المسموح به بالظبط، ما يكونش فيه اعداد زياده، وده اول قرار او اول تنظيم من خلال رابطه المحترفين اللي بيرأسها محمود الشامي بالتنسيق مع الانديه اللي بتنظم هذه المباريات، وتحديدا مباراه اليوم بالنسبه لفريق نادي انبي لان هو صاحب الملعب والجمهور. عوده اليك من جديد كابتن ميدو، اذا كان لديك اي استفسار عن كلا الفريقين سواء فريق نادي الاهلي او فريق انبي، والمباراه اداره تحكيميا محمد معروف، ويمكن سابقه تاريخيه او رقميه كل مباريات الاهلي وانبي اللي بيديرها محمد معروف الحمد لله يعني فعل حسن، جميع المباريات بيفوز بها النادي الاهلي ولا يدخل او لا يسكن شباكه اي اهداف. اليك الكلمه كابتن ميدو.
محمد بسرعة يعني نظرا لضيق الوقت يعني قول لي طمني على أرضية الملعب، وأنا عارف طبعا إن محمد معروف الحكم السيناوي وشه حلو على النادي الأهلي على طول، لكن طمني على أرضية الملعب وقول لي لو في أخبار أو تصريحات من أفراد الجهاز الفني بقيادة الكابتن خالد متولي الجهاز الفني الإنبي في ظل الحالة المعنوية المرتفعة جدا ليهم، لعب 4 مباريات بدون هزيمة، عايز أستكمل مشوار أو مسلسل انتصارات أو مسلسل عدم الهزيمة، يعني طمني بسرعة وقول لي لو عندك أخبار. كابتن خالد متولي اشتغل مع فريقه على نقطه نفسيه، يمكن حتى بالامس من خلال متابعتنا لتصريحاته اليوم كنت حتى اتكلمت معاه سريعا اول ما وصل استاد بتروسبورت، اشتغل على الجزء النفسي وقال للاعبته ان عندما يواجه الاهلي انبي في مباراه حاسمه ومباراه فاصله التاريخ بيكون في صالح انبي، لانه سبق قبل كده لفريق انبي عندما كان الاهلي يحتاج الى نقطه واحده او المباراه الاخيره في الدوري بالفوز على انبي كان سيفوز بالدوري، وبالتالي انبي عمل المفاجاه واشتغل على الجزء النفسي ده مع لعيبته. النهارده انبي عنده دوافع، وهو جزئيه كابتن خالد متولي بيشتغل على دوافع فريق نادي انبي في هذه المباراه امام فريق النادي الاهلي، دي الجزئيه الخاصه بفريق انبي في مباراه النهارده. الجهاز الفني الاهلي قال للعيبه ضروري الفوز، ضروري الانتصار، ضروري حسم المسابقه، لان الاهلي خلال الفتره القادمه محتاج يركز اكتر في المشوار الافريقي والاعداد للموسم الجديد. جزئيه اخيره متعلقه بارضيه الملعب، يعني زميلي كابتن ميدو يعني لو الكاميرا تبقى معايا مثلا في ارضيه الملعب، ارضيه ملعب استاد بتروسبورت خلال الفتره الاخيره تقدر تقول بتتحسن في بعض المباريات، وفي بعض المباريات الاخرى بتبقى للاسف ليست على ما يرام، لان نتيجه ضغط المباريات هناك في استاد بتروسبورت النجيله ساعات بتتاثر. لكن من المشهد اللي انا شايفه النهارده وحتى وانا بتكلم معاك، لان اللعيبه المستبعده من المباراه حتى بتتمرن على الملعب، النجيله عاليه شويه، لكن الجزء المتعلق في منتصف الملعب يعني لا الارضيه ظاهره ما فيش خضار، يعني الارضيه النجيله تقدر تقول مش جاهزه بشكل كويس، وللاسف الجزء اللي هيعاني منه فريق النادي الاهلي في مباراه النهارده ان ارضيه الملعب ممكن طبعا مش هتترش، لان انبي هو صاحب المباراه النهارده وبالتاكيد مش هيرش ارضيه الملعب، ودي الجزئيه اللي دايما الاهلي بيشتغل عليها لما بيرش ارضيه الملعب، لانه ساعات بيبقى محتاج ان هو يتغلب على بعض المشاكل اللي ممكن تواجهه في ارضيات الملاعب اللي بيلعب عليها في بطوله الدوري العام. لكن بالطبع هي مباراه انبي فالملعب هنلعب عليه بنفس الشكل اللي احنا شفناه وبنفس الشكل انا وصفته لك كابتن ميدو من خلال بعض اللقطات الخاصه بكاميرا قناه الاهلي هنا في استاد بتروسبورت. كابتن ميدو.